العالم السنة دي بيفتكر واحد من أهم الأحداث الإنسانية وقد يكون الحدث الأهم عبر تاريخ البشرية، هو إنه الإنسان اللي اتولد على الكوكب ده يوصل للقمر ويمشي عليه. الصعود إلى القمر، المشي على سطح القمر، ده حلم كان موجود من آلاف آلاف السنين، بس كان في الأساطير وفي الروايات. من 50 سنة، سنة 1969، تحقق ذلك المستحيل، والبني آدم الضعيف ده الصغير ده في هذا الكون سافر ووصل للقمر ونزل وحط رجله عليه. اللحظة دي العالم كله بيتذكرها بسبب مرور 50 سنة عليها، وكمان لأنها قد تكون اللحظة الأهم في تاريخ البشرية. نيل أرمسترونج، أول شخص في الدنيا في البشرية يطلع القمر. صحيح هنا كانت خطوة تلتها خطوات عظيمة جدا، بس لولا الخطوة دي ما كانش علوم الفضاء تطورت التطور اللي احنا فيه دلوقتي. طيب، ولما الدنيا والمجتمعات العلمية بتحتفل بمرور 50 سنة، قالوا احنا هنجيب أسماء مجموعة من العظماء اللي ساعدوا ناسا بأن هي توصل للإنجاز ده، ونسمي بأسمائهم مجموعة من الكواكبات اللي موجودة في المجموعة الشمسية. وقرر الاتحاد العالمي لعلوم الفلك أنه يطلق على واحد من الكواكبات اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية، يطلق عليه اسم فاروق الباز، المصري فاروق الباز، الذي ساهم مع غيره من العلماء والباحثين في ذلك في تلك الخطوة العظيمة، وهي الوصول إلى القمر. فاحنا النهاردة بنحتفل بدكتور فاروق الباز لأنه في كواكب بقى على اسمه، عايزين يشرح لنا أكتر عن الكواكب، وفي نفس الوقت نحتفل مع العالم بما صنعه هذا ذاك الجيل، واللي منهم واحد مصري في تسطير سطر مهم جدا أو عنوان مهم جدا في كتاب العلوم للبشرية. خلينا نستقبل بمنتهى الفخر والمحبة ومعرفة القيمة والقدر العالم الكبير دكتور فاروق الباز. يا دكتور فاروق، سعداء كتير من اعتقد معظم اللي موجودين، يعني 99% من اللي موجودين هنا اتولدوا بعد ما الانسان طلع القمر، فمتعاملين مع الموضوع لانه عادي، يعني انه القمر ده معانا من زمان. ببارك لك من القلب ومن العقل على قرار الاتحاد العالمي لعلوم الفلك انه يسمي كويكب باسمك. احكي لي يا دكتور حكايه الكويكب دي، احكي لي حكايه الكويكب دي. انا ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص، وحاجه غريبه جدا. ليه؟ لان ده الاتحاد العالمي لعلوم الفلك، لان انا مش فلكي. يعني المفروض الحاجات اللي هم بيسموا لحد النهارده كل الحاجات اللي سميت بالمجموعه دي هم فلكيين، انا الوحيد الاول واحد، ما فيش ولا واحد جيولوجي قبل كده. دكتور فاروق جيولوجي عظيم طبعا، يعني حضرتك اول واحد غير فلكي يسموا باسمه الحاجات بتاعتهم على اسامي ناس منهم اللي هم الفلكيين. معقوله يعني؟ اديلهم تعظيم سلام. فانت شاور لنا عليه بقى عشان نعرف أوكي. ايه الكويكب ده؟ الكويكب ده بالانجليزي استرويد. دي مجموعه من الاجسام زي القمر وزي الارض، منها زي القمر وزي الحاجات اللي في الارض عندنا والمريخ والحاجات دي.
مجموعة من الأجسام في حتة بيلفوا حوالين الشمس زي الأرض ما بتلف حوالين الشمس. ما في المنطقة ما بين المريخ والمشتري between Mars and Jupiter في الحتة في المساحة دي كان مفروض يبقى فيه كوكب، لأن احنا قايسين احنا بنشوف اللي يعني احنا عندنا كم كوكب في حوالين بيلفوا حوالين الشمس، كان الحتة المساحة دي شاسعة قوي ما بين المريخ والمشتري. فاحنا كنا بنقول ان كان لازم يكون فيه كوكب تاني. صح، احنا لما نفتكر المجموعة الشمسية يعني عطارد والزهرة والأرض والمريخ والحتة دي فاضية كبيرة واسعة قوي، فكان مفروض يبقى فيها كوكب. فاحنا بنقول ايه، ان كان فيها ما يكفي انه يعمل كوكب، ويبدو ان في حاجة حصلت اتحدت كسرت يعني واحدة منهم، يعني مثلا واحدة خبطت في واحدة ولا حاجة كده وتبعثرت، بدل ما يعملوا كوكب كبير بقوا كويكبات كتيرة بتلف بحوالين الشمس زي الكواكب التانية تمام. يعني الكويكبات دي في نفس مدار المجموعة الشمسية عمالة تلف، وبيطلع عليها النهار ويطلع عليها الليل ونروح النهار ونروح الليل، بس بعيدة عننا أبعد من المريخ. فدي كلها شغال. طب عرفت الخبر ازاي يا دكتور؟ انا كنت في باريس عاملين عندي مؤتمر وبعدين في واحد قالك مبروك جالك كويكب. على قدي كويكب يعني كويكب. مش كوكب، على قدي كويكب. انا كنت هناك، وبعدين انا جالي في ايميل من واحد صديق في ناسا، وعشان كده الناس قالت ان ده ناسا اللي عملت، ناسا اللي سمت، عشان الخبر جالي في ايميل من واحد انا اعرفه كان من ناسا. من ناسا. ليه؟ لانه المجموعه اللي هي الانترناشونال استرونوميكال يونيون اللي هي الاتحاد العالمي لعلوم الفلك هو الوحيد اللي بيعمل التسميات دي، يعني هو ختم من اليونايتد نيشنز الاتحاد هيئه الامم المتحده. اصل كان فيه ناس بتسمي وكل ناس يعمل خرائط وناس يعمل كذا بالاقمار وكذا كذا، وبعدين بعد الحرب العالميه الثانيه في هيئه الامم المتحده قالوا احنا لازم نشوف لنا حد يبقى مسؤول عن التسميات دي عشان ما نلخبطش، ما يسميش فيها الا الاتحاد العالمي للعلوم يعني الفلك. اي جسم في الفضاء هو الاتحاد ده هو اللي بيسميه، الاتحاد العالمي للعلوم الفلك يكون مسؤول عن التسميات ولا من غير هزار. يعني احنا مثلا لما رحنا احنا كنا بندرس القمر وانا والرواد قاعدين بنبص على الصور بتاع القمر، وكان وبيقول لي الحته دي زي دبلت، اقول له نكتب عليها دبلت البتاع ده، المجموعه دي شكلها زي السنومان، اقول له هقول اكتب عليها سنومان عشان تفتكر، واكتب انا بايدي كده. وبعدين افتكرنا واحنا بعد ما خلصنا ابولو ان احنا هناخد الكلام اللي الرواد لان احنا كتبناه وطلع في الجرايد وبعدين طلع في الكتب وطلع في المجلات العلميه والاسم بقى سنو مان وكله ماشي، فاحنا افتكرنا ان ده هيبقى وارد وجينا نحطه على الخرائط. ناس هتعمل خرائط راحت لحاجه اسمها مجلس الخرائط بتاع امريكا، قالوا لهم حطوا لنا الامسام دي اللي احنا مطلعينها اللي احنا مسمينها، قالوا لنا ممنوع. ممنوع يعني ايه؟ قالوا لا ده انتوا مالكوش تسموا، ده التسميات تيجي بس. طب احنا عايزين خرائط، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ لا انت خرائط الناس بتوع الاسترونومي دول ما شافوش الكلام، احنا شفناه على صور قريبه من القمر، الناس الفلكيين ما شافوهاش. قالوا لنا مالناش دعوه، ده في قانون من هيئه الامم المتحده بيقول اي تسميات خارج الارض يعملها الانترناشونال استرونوميكال يونيون عشان تتختم رسمي في اي دوله، لازم الختم بتاع الاتحاد العالمي لعلوم الفلك. حضرتك بقى في المجموعه فاروق الباز اهو، هم انتوا شايفينهم اهو اللي هم المفتفتين دول، المفتفتين اللي ملفين دول اللي ما بين الزحل والمريخ. طب عايزين الخريطه بقى، احنا عايزين يسموه بقى باز ولا فاروق باز؟ لا يسموه لا هم يسموه كده، يسموه باز 70 كذا، والسنه اللي هي عرفوا مكانه وموقعه. وبعدين يقولوا ايه يعني، يقولوا باز والرقم بتاعه، وبعدين تحت الكلمه دي يقول لك ده متسمي على فاروق الباز اللي هو كان يشرح. عمل بتاعه ابولو كان عمل. طب وده يبعد قد ايه عن الارض يا دكتور؟ يبعد قد ايه عن الارض؟ مطروح عندك فكره يبعد قد ايه عن الارض ولا ما قالوش لسه؟ ابعد من المريخ. ابعد من المريخ.